السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورد عالم البيتكوين. طبعا عدد المعاملات تجاوزت 1,000,000 معاملة على شبكة شبريوم او شبريوم تيست، وعندي حوت اشترى تقريبا 99 مليار قطعة من عملة شيبا اينو. كل هالمواضيع رح اتكلم عليها بهذا الفيديو، ورح نشوف مع بعضنا عدد القطع وترتيب الحوت وين ممكن يخزن هاي القطع. اما بس الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمي، ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، راح تلاقي الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. اول اصدقائي الحوت اللي يسمى بلو ويل 0-7-3، الذي يعد الحوت الترتيب 254 بين الحيتان الاثريوم، اليوم اشترى تقريبا 99 مليار قطعة من عملة شيبا اينو، وقيمة هاي القطعة تقريبا 1,000,000 قطعة. حاليا هذا الحوت خزن من عملة شيبا اينو، صارت عملة شيبا اينو ثاني اكثر عدد قطع موجودة بمحفظته بعد الاثريوم، اللي كان بيمتلك 10,000 حبة اثريوم اللي كان قيمته 18,000,000 دولار. حاليا خزن من عملة شيبا اينو، صارت ثاني اكثر عملة موجودة داخل محفظته، وارتفع معدل حرق عملة شيبا اينو بنسبة 719% اخر 24 ساعة بعد معاملات الحرق على شبريوم. تم حرق 168,000,000 توكن من عملة شيبا اينو. هاي القطع تم حرقها بسبب المعاملات اللي عم تصير على الشبكة. طبعا تجاوزنا 1,000,000 معاملة اليوم، خلال 24 ساعة تم انشاء 1,000,000 معاملة على شبكة الشبريوم او البوبي نيتورك. زمن كل معاملة بيوصل الى 7.8 أجزاء من الثانية، وعدد المحافظ او عدد الادرس تبع المحافظ وصل الى 202,135 محفظة. يعني عندي شبكة الشبريوم المبنية، هي اساسا شبكة مبنية على شبكة الاثريوم وشبكة مليار ثاني. لما بتوصل سرعة المعاملة الى 7 ثواني، وكانت سرعة معاملة توصل الى 5 ثواني بس، حاليا عم نشوف منصة او نشوف شبكة قليلة الرسوم سريعة، وعم نشوف اقبال كبير من الحيتان. شو بالنسبة لتحليل عملة شيبا اينو؟ لسه التحليل على نفسه، لساتنا على فريم اليوم، واقفين على الترند وعم ننتظر الارتداد. اي اقفال اسفل هذا الترند راح تتوجه بالطبع الى قيعان جديدة للعملة، لازم ما نوصل 0.401. حاليا ممكن يصير عندي ارتداد وارتفاع بنسبة 50% إلى 60% من المناطق الحالية. اصدقائي نكون وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون اعجبك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.